العراق هو أكثر المناطق تأثرا بهذا الصراع، لأنه هي الأرض التي حصلت فيها كل هذه التطورات. الشارع العراقي يعيش نوعا من الفزع ويخافون من التطور إلى حرب شاملة، لأن العراق أكثر بلد على الأرض يعرف معنى الحروب الشاملة، وبالتالي فإنها أثرت على الوضع الاقتصادي، أثرت على الوضع الاجتماعي، أثرت على الوضع النفسي كثيرا أيضا، وأثرت على الوضع السياسي. ولكن الحقيقة أن الطرفين اقترع الآن، لا الأمريكان يريدون الحرب الشاملة، وأيضا الإيرانيين يعرفون بأن الحرب الشاملة تعني إزالة الكثير من منجزاتهم أو من اقتصادهم، وبالتالي فإنهم غير مستعدين لذلك، وبالتالي فإن ما حصل هو نوع من الترضية النفسية. العراق الآن هنالك أفعال ارتدادية داخل الشارع العراقي، أعتقد بأنه الكثير من الفصائل تحالف مع إيران تعيش حالة من التوتر، الخوف هنا أن يتحول إلى خلاف وصراع داخل الأرض العراقية، مما يعود بالسلبي على العراق. ناحية السياسية ألقت بضررها بشكل كبير، لأنه الآن الحكومة العراقية تعيش أزمة كبيرة، لأنه الشارع العراقي رافض كثيرا لهذه الحكومة التي يعدها حكومة فاسدة. لهذا تحاول الحكومة العراقية أن تتنفس الصعداء قليلا بعد انشغال الشارع العراقي بهذه الأزمة.